السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وجاتكم وأنا شيشكم بمقطع جديد، وبهذا المقطع يا شباب راح نشوف هالتحدي من تحديات الموسم الأسبوع الـ14. وقبل نروح للتحدي يا شباب، لا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات أو جلتشات، أو اللي بحب يستخدم كود أتوب شوب شيش الظاهر أمامكم استخدموه. هسا خلينا نروح نشوف شو التحدي اللي هو بحكي لك: اصمد فوق توربينات الرياح في محطم الرياح لمدة 30 ثانية. شو توربينات الرياح اللي هي أنا هسا واقف عليها هاي في الضبط؟ عليك تثبت فوقيها لمدة 30 ثانية متتالية، تمام؟ أو طب تتوقع مش متتاليات هم طالبين، يعني عادي تقدر قد ما بدك. أشوف دقيقة شوي، متتالية ولا كيف؟ دقيقة شوي، لا مش كاتبين 30 ثانية، يعني إنه متتالية، يعني يمكن إذا سويت 10 ثواني ورجعت 8 جيم وسويت 10 ثواني أتوقع راح تنحسب لك. كل عليك توقف فوق التوربينات اللي هي هاي وبتخلص هذا التحدي. التحدي جدا سهل، وزي ما قلت لك ما بده شيء. وبس الشباب هذا كان عندنا المقطع لليوم، شفتوا هي قاعده حتى بصعوبه قاعد بطلع فوقيها، فان شاء الله هو راح يكون تحدي سهل، بس انه هو صعب انك تضلك واقف، يعني حتى اتوقع لو وقفته راح ينحسب لك. تمام. فالشباب كان عندنا تحدي لليوم، ولا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك لايك المقطع وفعل الجرس، وخلنا نشوفكم في فيديو مقطع جديد. مع السلامه، بيس.